وين ايش اسوي؟ اسافر، اشتري اشي ضل ذكرى. راح احطه بحساب التوفير، خلينا نسافر. راح اخبيهم يعني اذا وقت الزنقه بلزموا اكيد. راح اخليهم في البنك. هلا حاليا احطهم في البنك. يلا اظبط شوي من السياره. وراح اعطي شوي اهلي. ممكن احوصهم؟ مبدئيا راح اسافر في يوم. انا بدي احوش المصاري الاخر. حطهم مع المصاري اللي معي.